تنوير الرأي العام بخصوص رياضة التايكواندو المغربي. هدفنا هو إصلاح هذه الرياضة، هدفنا هو الرقي بهذه الرياضة، هدفنا هو استنباط كل ما هو إيجابي من أجل هذه الرياضة. ودائما ننطلق في بلدنا الحبيب من توصيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبالتالي اخترت هذه الجملة التي كانت خلال الرسالة الملكية خلال المناظرة الوطنية للرياضة بمدينة الصخيرات، والتي كانت بمثابة خارطة الطريق. أكيد أنه تمت بروة مجموعة من التوصيات الملكية من خلال قانون التربية البدنية 30/2009، ولكن هناك أكيد مجموعة من الإشكالات والمعيقات، لأنه قبل المرور لقانون التربية البدنية 30/2009 كان لابد مراعاة مجموعة من التوصيات الملكية. أذكر هذه الجملة والتي يقول فيها صاحب الجلالة: والأدهى والأمر أن تحديد المسؤوليات غالبا ما لا يتم بشكل واضح، في حين لا تتوفر عناصر الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية، ناهيك عن حالة الجمود التي تتسم بها بعض التنظيمات الرياضية، وضعف أو انعدام نسبة التجديد الذي تخضع له هيئاتها التسييرية، وغالبا ما ينحصر الخلاف حول التعاقب في اعتبارات أو صراعات شخصية أو فئوية ضيقة. نور الفديني بطل عالمي في الباراتيكواندو سابقا ورئيس جمعية التحدي والإصرار الرياضية. شكرا أولا لقناة ألوانكم على استضافتها لهذا الندوة الصحفية ودعمها الإعلامي الهادف لهذا الموضوع ديال واقع التايكواندو المغربي. وأكيد أننا انطلقنا من خلال تنظيم هذا الندوة الصحفية، انطلقنا من توصيات مولوية، من الرسالة الملكية اللي كانت في المناظرة الوطنية للرياضة بمدينة الصخيرات، واللي يعني كانت فيها واحد الأوامر وواحد توجيهات ملكية اللي واضحة المعالم، اللي هي أننا نشتغلوا في واحد الإطار شفاف ديمقراطي، تكون عندنا واحد النجاعة في المؤسسات السيرية، تكون عندنا تجديد النخب، إذن التغيير. إذن كاين مجموعة من الإشارات اللي للأسف مسؤولين ديالنا ربما ما واش ما فهموهاش ولا ما استقطبوهاش مزيان، وإنما هذا هو النداء ديالنا من خلال هذه الندوة الصحفية. أكيد أن خلال هذه الندوة الصحفية كانت مجموعة من المداخلات من مجموعة من الأساتذة ومدربين وكذلك الأبطال اللي تغصبوا في حقهم، فهاد يعني الحوارات أو هاد التدخلات كلها هي عبارة عن توصيات اللي غادي نخلصوا إليها، وهاد التوصيات هذه اللي غادي ترفع بإذن الله إلى ديوان الملكي، وكذلك إلى ديوان المظالم، وكذلك إلى كل المؤسسات المعنية بكل توصية كتهم هذا القطاع. لأن من بين التوصيات اللي لاحظنا كاين الافتحاص ديال المالية ديال المؤسسات أو الهيئات الرياضية لا العصب ولا الجامعة. إذن الجهاز الوصي على هاد المسألة هي النيابة العامة. إذا غادي تكون كذلك رسالة موجهة للنيابة العامة، إذن كاين مجموعة من الأمور اللي أفادت الكأس وأسالت المداد ديال هاد الأبطال وديال هاد المدربين هذا من أجل أنهم يصرخوا وأنهم يعبروا على أنهم طامعين وطامحين في واحد الغد أفضل، في تايكواندو أفضل، وفي تغيير إلى الأمام إن شاء الله. سؤال يعني الجوهري والمهم، تحدث الكثير عن رجل بديل أو حتى أنه يضع يده في يضع مكتب المسير الآخر من أجل انتقال نوعية لرياضة يعني التايكواندو. هذا السيد هذا هل جلسته عرفت عنده شي برنامج عنده شي حاجة باش أن يكون هناك ترافع من أجله؟ هو بكل صراحة وبكل صدق، أنا هذا السيد اللي هو السيد طارق فكري لم أجالسه، جلست معه يعني مباشرة، كان اتصال هاتفي فقط، كان فقط شاهدنا الفيديوهات وكيفاش تحدث على واحد وحط واحد المعالم ديال البرنامج والمشروع ديالو اللي جاي به، واحد المشروع اللي بكل صراحة اللي علا لابار بزاف.
على الرياضه، على المؤسسات ديال الرياضه المغربيه والجامعات، على لابار بزاف. وهذا الاشكال هو اللي دابا واقع فيه، وهو اننا كرياضيين وكمسؤولين على الرياضه ما جانا هذا الشيء بحال غريب، او هذا السيد هذا غادي يجي يدير لنا مركز اولمبي، او هذا السيد هذا غادي يجي يدير لنا مركز جهوي. اذا شنو العيب في اننا يكون عندنا مركز اولمبي؟ لان ما عرفتش واش التايكواندو واش الفرق بينه وبين الكاراتيه، علاش الكاراتيه مثلا عنده مركز اولمبي؟ اذا كاين حنا عندنا ما عرفتش واش الاحلام ديالنا صغيره، وهذا السيد هذا جا باش يهز لابا، ها؟ ينزلها. جا باش ينزل هاد الاحلام ديالنا، يحطها على الارض الواقع وتكون حقيقه. اذا تجسيد واحد المشروع تنموي هادف هو اللي صراحة اللي خلاني أنني نشوف أن في هذا الرجل، هذا رجل مناسب في المكان المناسب من أجل واحد فريق عمل متكامل إن شاء الله. هشام الأطلسي، مدرب جمعية التحدي والإصرار للتايكواندو والبارا تايكواندو. أنا عندي واحد الرسالة للمدربين، يعني بصفة عامة مدربين التايكواندو الغيورين على رياضة التايكواندو الذين يهدفون إلى التغيير. يعني كل يعني يريد التغيير، الكل يريد التايكواندو راقي، الكل يريد التايكواندو نقي. أنا رسالتي هي أن هاد المسؤولين، هاد الجامعة يعني اللي المنتهية ولايتها، المكتب اللي منتهية ولايته، ف كنظن بأن المدربين راكم عارفين مزيان اللي كيهضر على الحق، بأنه راه ما غاديش يتنصف، وبأنه غادي يولي ينتقم منه، يعني شر انتقام. وحنا كنشوفوا هذا الشيء هذا دابا حاليا، وكنشوفوا هذا الشيء هذا، وخا مازال ما كاين حتى شي حاجه، وكنشوفوا هذا الانتقام دابا بادي، لأن دازوا عده انشطه دازوا، وعده جمعيات اللي صراحه الله تهمشوا وتنتقم منهم بطرق، يعني طريق غير شرعيه، اللي ربما ما تستدعاوش. دازوا انشطه ديال الحزام اسود درجه اولى درجه ثانيه، ولم يستدعى لهم. يعني هذا الشيء ماشي راه انتقام، وماشي راه تهميش، يعني هذا الشيء هذا احنا راه كنشوفوه، وهذا الشيء هذا غادي يكون، يعني الا ما كنتيش المدرب الا ما كنتيش كتفكر وما كنتيش باغي التغيير، فانتظر الساعه، وانتظر بان راه القادم سيكون اسوأ، لاننا حاليا في هذه المرحله ديال التغيير راه كاين بزاف ديال الامور اللي وقعات، واللي هي في الصالح ديال التايكواندو. ولكن الا ما مشيتي السير المدرب، الا مشيتي حتى ما ساهمتيش في التغيير هذا وفرق الرقي برياضه التايكواندو، فانتظر، يعني انتظر شر الانتقام وشر الانتقام من بعد ان شاء الله، الى بقى ذاك المكتب القديم اللي سميته. السلام عليكم، رشيد الحسينات، رئيس جمعيه تقدم التايكواندو. بالنسبه لي انا النداء ديالي غنوجهه بالخصوص لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، اللي ليتدخل صراحه الله. يعني ما بقاش الوقت اللي نزيدوا نستنسوا بمسؤولين ربما هم خارج التغطيه. نحن ننادي صاحب الجلاله بكي يضع حد لهذا الاستهتار. يقولون على انه يعني هذا الرئيس المنتهية صلاحيته هو 20 سنه او اكثر من 20 سنه هو في يعني في دفة المسؤولية، ويقولون دائما أنه ما كاينش البديل، ولكن الآن كاين بديل، كاين رجل ذو مواقف، رجل ممكن يجسد نداءات صاحب الجلالة والخطاب الملكي باش يجسدوا على أرض الواقع. له نظرة ثاقبة، يريد سمو برياضة التايكواندو، ويريد أن يجعل من الأبطال والمدربين سمة للرقي بالعالم الوطني، ويعني إشعاع البلاد ديالنا اللي هي المملكة المغربية في المحافل الدولية. المعاناة ديالي بحال جميع الأبطال اللي عانوا وقاسهم بزاف ديال الظلم وتظلموا وتهانوا، انهم تيديروا واحد المجهود وما كياخذوش حقهم. يعني البطل فاش كيكون تيتريني وتيخدم راه ما كيهمو لا فلوس لا حتى شي حاجه، كثر ما تيهمو انه يهز الرايه ديال بلادو ويطلع لمنصه التسويش.